الأمريكي يأتي الآن إلى السلطة الفلسطينية، هناك حديث عن إعادة إحياء للمفاوضات، عن إعادة يا جلوس على ستي الطاولة مع يا ستي الإسرائيليين. ستي أنتم ستعودون إلى لعبة يا مفاوضات من ستي، جديد؟ لا عودي للمفاوضات بدون مرجعية واللي هي قرارات الشرعية الدولية، وبسقف زمني، وبتجميد كافة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب في القدس، في الجدار، وفي المستوطنات، وفي ملف الأسرة. وسمعت من الإسرائيلي رفض أيضا. معلش طب معلش، احنا بدير بالك حتى الان ما عندناش نووي، بس وحياة ربك لو عندنا نووي من الصبح خلينا نستخدمه.